حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لانتشار كبير لحشرة الخنفساء السوداء كما تسمى في مناطق متفرقة من محافظات العراق. هذه الظاهرة بدأت قبل أيام بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة، حيث عزت دائرة صحة النجف قبل 6 أيام أسباب انتشار حشرة الخنفساء السوداء في المحافظة إلى الأمطار والسيول، داعية المواطنين إلى عدم الخشية منها رغم انتشارها بشكل كبير. المقطع التالي لانتشار حشرة الخنفساء من محافظة الأنبار غرب العراق فنشاهد. خلنا نروح بيه. لا لا خليه نصور. دوس. سلام حيب. تعال شوف هنا. كل ساعة واحد يريد يطيح براس. يلا حبيبي. يلا يلا مشي. دفترك لطيف.